السلام عليكم أخ كمال الدين. وعليكم السلام أخوة الإيمان، مرحبا بكم. حياكم الله، معاك أخوك عبد الله الخلاف والأخوة في الاستديو هني. سمعنا تريد إعلان تشيعكم. طبيعة الحال، حياك الله، توكلت على الله. أهلا وسهلا، فقط نريد نبذة عن بدء بحثكم عن الدين الحق، وكيف اقتنعتم بالتشيع، ولماذا تريدون إعلان تشيعكم على قناة فدك؟ تفضل أخي كمال الدين. أنا كمال الدين من تونس. نعم. لقد تابعت، كنت كعامة الناس من المذهب البكري، تابعتكم في القنوات بطبيعة الحال، ولقد تسنى لي أن بقوة بحجة براهينكم وببلاغتي وفصاحة أحاديثكم وكل هذا، تسنى لي أن نتبع إن شاء الله دين محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين. نعم، منذ متى أخي كمال الدين اقتنعتم بالدين الحق، ولماذا تريدون إعلان تشيعكم بالضبط؟ تفضلوا. أريد التشيع بطبيعة الحال منذ سنة تقريبا تشيعت. نعم. ولكن لم ألقن الشهادة، لم أكن أعرف أن هناك شهادة وأن هناك قناة صوت العترة، فيما بعد اتضح لي أن هناك قناة صوت العترة. نعم. إن شاء الله مقتنع بحول الله السميع العليم أني من مذهب محمد وآل محمد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا صراحة محمد. نعم، مفاجأة أن الأخوة كانوا لا يعرفون القناة. نعم، أعتذر. إن هداية من الله بطبيعة الحال، ليس هناك لا 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 شيء، إن هداية الله سبحانه وتعالى. نعم. لقد رحمني ربي سبحانه وتعالى، وأنا متشوق للشهادة والدخول في الإسلام بحول الله. أحسنتم. الظاهر لما كانت قناة فدك تبث على هوت بيرد، الإخوان ما كانوا يعني يتابعون قناة فدك، فلما بثينا على كنت أتابع أخي حسن لهياري. نعم، لديكم القناة صوت العترة على القمر نايلسات. لقد فلتت أخي، لقد فلتت، لم تكن موجودة، لم تعد موجودة. آه صحيح، تغير التردد. فبفضل الله أصبح صوت العترة وهي نعم، بعد توسع التردد يعني لصوت العترة الحمد لله وصلهم النور، نور الهداية. نعم، تفضل معك سماحة الشيخ ليلقنك الشهادة. نعم. أخي كمال الدين، معكم سماحة الشيخ ليلقنكم الشهادة، تفضل سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخانا العزيز. وعليكم السلام سيدي وشيخي الجليل. مرحبا بك. سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي رسول الله. بارك الله بك. أسأل الله أن يثبتك على الإيمان والهدى، وأن يقر عينك بالجنة إن شاء الله بجوار الأطهار من آل محمد عليهم الصلاة والسلام. إن كنت مستعدا فقل على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير. وأنه لا شبيه له ولا نظير. جل جلاله. جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وسيد الخلق أجمعين. سيد الخلق أجمعين. ومبرأ من كل عيب وشين. ومبرأ من كل عيب وشين. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء. نعم. وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله.
أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار صلوا على محمد وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أفرحت قلوبنا يا كمال الدين أكمل الله لك بذلك الدين وأفرح قلبك إن شاء الله في الدنيا والآخرة. إن شاء الله يا ربي اللهم هنيئا لك تصحيح إسلامك. توفيق يا ربي وبالحق ربي اللهم احفظهم يا ربي بحق محمد وآل محمد. صلوات الله إن شاء الله من تونس إن شاء الله. أنعم وأكرم بتونس وأهلها. إن شاء الله شيخنا. جزيتم خيرا وهنيئا لكم ركوب سفينة النجاة أخينا كمال الدين إن شاء الله تهدي أهلك وأصحابك وأخوتك وأقربائك إن شاء الله إلى الحق بإذن الله تعالى ويكون هداية الناس على يديك.